حلقتنا النهاردة مختلفة جدا. ليه بقى؟ عشان أخيرا هنعمل زي ما كلكم طلبتوا مننا، هنتكلم عن الترندز الرجالي الشتوي، وده بيكون أشيك سيزن للرجالة في السنة كلها. وهنتكلم كمان مع مصممة الحلي ديما رشيد، اللي مش بس مصممة حلي، هي كمان فنانة وبتفهم جدا في الأحجار الكريمة، وهتقول لنا معلومات مفيدة جدا هتفيدنا كلنا عن الأحجار الكريمة. وطبعا كالعادة يكون عندنا قصة مؤثرة جدا وكلها معلومات، لازم تشوفوا الحلقة دي عشان تعرفوا كل التفاصيل. في ترندز النهاردة هنتكلم عن اللبس الشتوي الرجالي، وعايز أقول لكم بقى أن اللبس الرجالي في الشتوي بيبقى أحلى بكتير من أي وقت تاني في السنة. بيبقى فيه كده وقار كده وجدية في اللبس، بتحسه كده شياكة. بس النهاردة هنتكلم بقى عن ستايل الفينتج اللي رجع في اللبس الرجالي، فينتج وريترو. فاكرين وقت الخمسينات والستينات كان فيه لبس كتير حلو قوي في الجاكيتس وفي البلاطي، وكان لبسهم كده شيك كده. وكمان الألوان برضو الشتوي رجعت، زي بقى النبيتي والبني والباج، هي دي الألوان الموضة السنة دي في اللبس الشتوي. ومن أكتر حاجات بقى رجعت موضة البرانيت الرجالي. بس على فكرة مش أي حد يعني يقدر يلبسها، في رجالة ممكن تبقى قلقانة، الناس بقى في الشارع تبص له ازاي وتقول ايه. بس لو تفتكروا كده بقى أفلام هوليوود زمان في الخمسينات، كانوا كل الرجالة بيلبسوا برانيت شكلها حلو، كان بيبقى شكلهم في منتهى الشياكة. ومن الحاجات اللي موضة جدا بقى الليرينج. يعني ايه بقى الليرينج؟ يعني نلبس اكتر من طبقه فوق بعض عشان الدفء. وطبعا احنا كأميات مصريات ما هنصدق حاجه زي دي، ما نصدق. خد يا حبيبي جاكيت وانت نازل، لا خد ثلاث جاكيتات بقى وانت نازل، نموت احنا ونلبس الناس كلها طبقات طبقات طبقات. بس على فكره لو تفتكروا الشتاء اللي فات بجد الدنيا كانت ساقعه جدا، فاعتقد ان احنا هنقدر الموضوع ده. يعني هما بره طبعا في اوروبا اما الموضه بتنزل عندهم بيبقى الجو اسقع بكتير، بس احنا ابتدينا نسقع احنا كمان، فهنقدر لاول مره ميزه الليرينج السنه دي. والحاجه الثانيه اللي موضه جدا للرجاله السنه دي هو الحلي الفضه. وطبعا الستايل ليجند اللي خلت رجاله كتير شرقيين يقتنعوا بالموضه دي ويلبسوها هي عزه فهمي. طبعا مفيش زيها، يعني الست دي ممكن نتكلم عنها سنين وحلقات مش هتكفي، من كتر ما هي فعلا اشطر ومن احسن ناس في الشرق الاوسط. واعتقد ان هي كمان متصنفه عالميا في قد ايه الفضه بتاعتها والحلي بتاعها فعلا حلو قوي. وشفنا كذا فوتو شوت لكذا حد بيلبسوا الحلي الفضه بتاع عزه فهمي وحلوين جدا، زي مثلا الفنان محمد فراج. فعلا الفوتو شوت كان حلو قوي، وفعلا كل البيسز اللي لبسها لايقه قوي عليه. ومش هو بس، في كمان الفنان ادهم الشرقاوي برضه لبس من البيسز بتاعت عزه فهمي، وبرضه كولكشن حلو جدا ويليق على ناس كتير. والحاجات اللي رجعت موضه جدا كمان البومر جاكيت. البومر جاكيت دول يا جماعه حلوين قوي وبيليقوا على الناس كلها. وبرضه من الناس اللي كانت بتلبسهم كتير قوي زمان كان طبعا الايكون جيمس دين. فاكرين كده في الخمسينات كان في فنان في هوليوود مشهور جدا اسمه جيمس دين. وبمناسبه جيمس دين، مش عارفه بقى لو سمعتوا ولا لا اغنيه كايروكي الجديده، حلوه جدا، اسمها جيمس دين. وبصراحه يعني هما كايروكي طبعا هايلين، وطبعا امير عيد بيطور نفسه على طول كروك ستار، فعلا اغانيه حلوه قوي، بيطور من نفسه ومن شكله. والاغنيه بقى الستايلنج بتاعها يا جماعه واللبس وكل حاجه فيها كان خطير. ودلوقتي تعالوا نروح نعرف ايه القصه الجديده اللي عندنا النهارده. فيكتوريا بيكهام حريفة الموضة، موهوبة وستايلش ومخ كده بيفكر ليل ونهار. ابتدت فيكتوريا مشوارها الفني في أوائل التسعينات، وكان طبعا من خلال الفرقة المشهورة جدا سبايس جيرلز، وكان لقبها بقى فيهم بوش سبايس. ده الاسم اللي الناس كلها عرفته بيه، واللي معناه إنها رفع مناخيرها في السماء. بس الحقيقة مش كده، وده عرفناه على مدار السنين اللي فاتت. فيكتوريا بيكهام اتجوزت ديفيد بيكهام، وطبعا مش هحكي هو مين، ده اصلا ستايل ليجند لوحده. وبعد ما فريق سبايس جيرلز اتفرق، لقينا فيكتوريا بيكهام ابتدت تدخل عالم الموضه من اوسع ابوابها. في الاول شفناها هي واولادها في اعلانات كتير، براندز عالميه وليها وزنها كده في عالم الموضه، وكل الناس كانت واخده بالها من دخول فيكتوريا في الحته دي بالذات، وهي وقتها كانت بتخزن وبتتعلم. وتفوت السنين وبعدين بتعمل فيكتوريا براند بتاعها هي شخصية، وطبعا سمته فيكتوريا بيكهام. براند ليه وضعه في السوق، وابتدوا باللبس الكاجوال، والناس كلها كانت فاكراها بتتسلى كده يعني أو بتضيع وقت في حاجة لذيذة، لكن ما كانوش عارفين إن فيكتوريا كانت بتبني إمبراطورية موضة ضخمة جدا. فيكتوريا بيكهام براند بيعمل لبس خطير،
كولكشن ورا كولكشن بنلاقي البراند بيتطور وبيبهر صناع الموضة. فساتين شيك جدا وكمان اكسسوارات زي نظارات مثلا، فعلا كلهم حلوين، ستايلات مختلفة وبتنفع في كل المناسبات. ده غير الأحذية والشنط كمان تحفة، واللبس الكاجوال لذيذ جدا وكواليتي عالية كمان، وابتدى البراند يتصنف إنه هو سينيه. دلوقتي اهتمام فيكتوريا باكم بقى في السكين كير، طورت من البراند وعملت لاين مكياج واهتمام بالبشرة، وطبعا ده شغله مش سهل خالص. فيكتوريا وديفيد باكم مهتمين بقضايا إنسانية كتير جدا، وابتدوا مع بعض جمعية بتوفر كراسي متحركة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. والسنة اللي فاتت خط المكياج عمل إيرادات كبارة، وده بسبب التسويق الكبير اللي كان على السوشيال ميديا. وفيكتوريا وديفيد اشتركوا وتبرعوا مع بعض لمؤسسة يونيسف بمليون استرليني لدعم مشاريعهم للأطفال في بلاد مختلفة كتير. ودي بقى هي الكابل جولز. ديما رشيد من أقوى مصممين الحلي في مصر كلها، الناس كلها بتحبها وبيحبوا يشتغلوا معاها، إن فعلاً حاجتها حلوة قوي. مصورين، مودلز، فنانين، مفيش حد ما بيحبش يتعامل معاها أو يلبس من حاجتها. هي موجودة معنا النهاردة عشان تحكي لنا عن رحلتها وعن كل التفاصيل، ابتدت إزاي وناوية تعمل إيه. زيك يا ديما، اهلا شيرين. اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله، شكرا على المقدمه الحلوه. لا دي الحقيقه والله فعلا حبيبتي. ديما انت من اكتر الناس اللي حاجتك بتتكلم عنك، يعني انا ما بشوف حاجات بعرف ديما رشيد، بعرف على طول من غير ما اضطر اني اقرا الاسم. يعني حاجتك مميزه مختلفه، مهما الناس بتحاول تقلدك بس برضو ستيل انت مختلفه، وبتعرفي ان انت على طول تطوري من نفسك وتبقي في حته تانية لوحدك خالص. شكرا. فديما بقى انا عايزه اعرف حاجه مهمه. انا عارفه ان انت في الاول ابتديتي ليكي قصة كده مختلفة، كنت مرة رايحة تزوري واحدة صاحبتك في المستشفى. صحيح. وكانت قاعدة تعبانة وانت فكرتي لا مش عايزة تجيبي هدية تقليدية، انت عايزة تسليها، فقررتي ان انت تاخدي لها شوية احجار كريمة عشان تقعد تتسلى وتعمل حلي، وبعدين قررتي ان انت نفسك تبقي مصممة حلي. صحيح، الكلام ده بقاله 20 سنة تقريبا. يا لما كبرش ناسك بتقولش الارقام والله. كان بقالي سنة في مصر بس يعني فعلا. او يمكن اكتر سنة، وهي كانت في المستشفى لفترة طويلة. فكنا كلنا بنجيب لها حاجات تتسلى، يعني مجلات، سيديز، مش عارف ايه، وقلت اجيب لها حاجات خرز وخيوط وكده تعمل لنا. وقتها كانت طالعة موضة جامدة للفرنش بريسلتس. ايوه. ففعلا كنت مسافرة بلندن، فروحت وجبت دخلت المحل وعساس اجيب لها حاجة وامشي. فلقيت نفسي بجيب لنفسي. اندمجتي. ومن يومها، من اليوم ده لغاية النهاردة، هو ما بعملش حاجة الا الموضوع ده فعلا. ها هو ده اللي واخد كل وقتك وكل اهتمامك. وهي دايما تتريق عليا تقول لي هي لازم تاخد شيرز عندي. ايوه صح، هي السبب، دي شريكة خلاص. هي وعيالها. بالظبط. طب امتى قدرتي تحولي الاسم بتاع ديما رشيد لمصممة حلي لبراند ديما رشيد، براند كبير؟ بصي يعني الحمد لله في 20 سنة رقم واحد طبعا توفيق ربنا طبعا. لأنه لما ربنا يعني ربنا بيبقى كاتب يعني عايز مبارك أكيد. رقم واحد. رقم اتنين، الموضوع مش قرار قد ما هو تعب، شغل، فكر 24 ساعة، حقيقي 24 ساعة. أكيد. دايما انت نزلتي، انا يوم ما بعمل يوم ما بنزل الكولكشن نفس اليوم بالليل ببقى قاعده بقول يا نهاري، مش 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 مبسوطه من النجاح اللي حصل، او بقول يعني ببقى عشان زي الكريسماس مثلا الكولكشن بتاعت عابدين، مش بالليل ببقى افكر يا نهار ابيض، طب الحمد لله ربنا عدى دي على خير، طب ودلوقتي ايه واللي جاي ايه واللي جاي ايه وبكره ايه. ما بلحقش خالص. هو شوفي انت طالما انت دائما 10 خطوات اهد قدام سابقه، مش بقول ان انا سابقه، انا بقول انا بطمح اني اكون بعيده عن اللي انا عاملاه 10 خطوات، وبعيده كمان عن اي حاجه تانية معموله. لان انا لو انا شخصيا لما بشوف مثلا حاجات شبه حاجتي كتير انا بقفل من حاجتي والله، بحس انه افلا كل ما الحاجه تبقى جديده على العين او على الذوق او على
الكونسبت نفسها بتاعت المجوهرات يعني الفكر نفسه بيبقى احسن. طب قولي لي بقى، يعني بتقعدي تعملي ريسيرش ولا بتعملي ايه عشان تبقي على طول سابقه؟ يعني انت واحده، لا انت بتقولي انا مش سابقه، لا انت سابقه الناس بمراحل، وكتير حاولوا يقلدوكي وما عرفوش يوصلوا اللي انت واصله له، فبتعملي ايه عشان تقدري ان انت تكوني على طول سابقه؟ ريسيرش ولا بتقعدي تتفرجي مثلا افلام او حاجة. ايه يعني كل حاجه ريسيرش اكيد يعني يمكن 24 ساعة ريسيرش، وبعتمد على طرق غريبة جدا في الريسيرش. ازاي بقى؟ لا يعني مثلا ادخل على مثلا الاشياء التقليدية اليابانية مثلا يعني ادخل على حاجات انا ما اعرفش اي حاجة عنها. يعني احنا مثلا شوية عندنا معرفة عن الحضارة الفرعونية والعربية، بس ادخل بقى حتت بعيدة كتير، غجر مثلا، أكراد. لا أحب أشوف أي حاجة جديدة، كتب عن الأنتيكس والبنتج، يعني تدخل كل حاجة مختلفة تماما، بس هي دي اللي بتلهمك. لوحات، حاجة مختلفة، ورق حيطة فعلا، أي حاجة في فكرة بالنسبة لعيني غريبة بيستهويني. بس القصة الأساسية بتكون إذا يعني إذا سألتيني إحنا إزاي بنعمل كولكشن، أو أنا بعمل كولكشن إزاي، لو أنا بعمل دراسة أو بطلب من التيم يعمل دراسة، إيه الفوركاست العالمي مع الجولر زي الهدوم؟ في توجه تنبؤ للي هيحصل إيه في الفترة اللي جاية، مش عارف إيه نازل. بحاول أبعد تماما عن أي حاجة ترندينج عشان أكيد يعني أنت بتشوفي إيه الموضة وتبعدي عنها. يعني لا اقول لك ليه، المجوهرات مش لازم تكون موضه. في حاجات ممكن اكسسوارز موضه اكيد، صح، بس المجوهرات مش حاجه تبقى كولكشن وتمشي سيزون وصيف وتاخ. لا دي حاجه انت بتورثيها من جداد جدتك، وبعدين مامتك، وبعدين انت بتعطيها لبنتك، وهكذا. فهي مش موضه، صح، هي حاجه يعني اقرب شيء للبني ادم يعني. صح. طب ديما، بما انك انت اصلا فلسطينيه، بس انا لاحظت في الديزاينز بتاعتك في كولكشن فلاحي، كولكشن فرعوني، انت متاثره قوي بالتراث المصري. اشمعنى بقى اخترتي يعني التراث المصري ان انت تعملي كولكشنز ليه مش التراث الفلسطيني؟ اقول لك شيرين، زمان اول ما جيت على مصر، انا فلسطينيه ومن غزه، فدائما وما عشتش في فلسطين عمري. اتولدت في الكويت وبعد كده السعوديه، وما عشتش في فلسطين ابدا، بس كان دائما كل كام سنه ننزل لنشوف اهلنا عن طريق القاهره. فانا بالنسبه لي دائما قصه ان انا جايه على مصر دي بيج فرحه كبيره جدا، فعلا، لان انا رايحه جايه على مصر وبعد كده نازله على فلسطين. وطبعا بشوف جدي واهلي فدائما من احنا وصغار الفكره دي، الرحله دي رحله حلوه طبعا. لما حصل في 2000 وفي سنة 2000 انا اتجوزت قبلها بسنة وعشت في فلسطين لأول مرة، وبعد كده حصلت حرب 2000. في حرب 2000 خدت اولادي، كان عندي 3 من 40 يوم لسنتين وشوي، طلعنا من غزة اساس نرجع بعدها باسبوعين، يعني ما رجعناش. فاكرين ان انتوا راجعين وخلاص، نيفر وين باك. هذا سنة 2000، فيعني من 22 سنة. فاول ما جيت كان في حاجة بتبهرني، واحنا على الكباري السور الكورنيش مش عليه اللوتس. ايوه يعني الموضوع ده كان عامل لي هبل يعني. حسن ذس از ريلي حاجة عظيمة. حلو قوي. طبعا صعب تعيشي في بلد، انا ما عشتش في فلسطين. نفسي حقيقة اعمل حاجة، اعمل كولكشن لها يعني متأثر او انفلونس باي فلسطين، بس انا صعب تعيشي في بلد بحجم الجمال والفن، وهي مش ابدا مش مجامله، انا بعتبر نفسي مصريه اكتر من المصريين، بس صعب ما تتاثري، وصعب ما تكوني يعني ما تحسي بانسبريشن. طبعا. أوكي. ثقافه وحضاره مصر، اي حاجه العالم كله بيتكلم عنها لحد النهارده. طبعا من الحلقه تعرفي بتاع دعاء، من الحاجات الصغيره. لا يعني زمن الملوك وهكذا، والفراعنه طبعا اول
صعب صعب انك انت تعيشي في بلد مثل مصر وما تحسي اذا كان عندك يعني اصلا الموهبه ما تتاثري فيها اول حاجه. صح، يعني كتير كتير تاريخ كبير غني وغير، وبعدين من في كل حاجه طبعا، من الفلاحي للفرعوني لل يعني حتى الحاجات اللي هي الابسط، البيدز، السيوة، الفضه. صح صح، عندك حق طبعا. طب ديما، بما انك بقالك في المجال سنين طويله ومن اكبر واقوى الناس في المجال بتاعك، تنصحي الناس اللي لسه بتطلع بايه؟ يعني انت دلوقتي اكيد متابعه، في ناس بتحاول تطلع بيعملوا شغل، في ناس شاطرين، في ناس أوي. لا، ايه الغلطات اللي بيقعوا بيها وتنصحيهم بايه؟ بصي، اولا في ناس يعني ديزاينرز صغيرين طالعين من كل القطاعات، يعني من الجولري للهدوم للتصوير للميك اب، لا 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 مصر لا. مليانه طبعا دلوقتي، جيل يعني كبير جدا في كل الحاجه اللي عملها، حقيقي مواهب قويه ومميزه وعندهم فكر خاص. يعني هم مش شايفين ده وده بيعمل ايه، لا هم بيعملوا اللي هم عايزينه. نصيحتي اولا انه ما فيش يعني ما فيش حاجه اسمها انا النهارده هكون، لا هو انا لغايه النهارده انا بقول انا لسه مش موجوده اصلا، فهي الصبر، الاصرار، بعدين ابدا ما تبصي. انت عارفه شيرين، انا كتير بيقولوا لي ايه، لازم تنزلي وتبصي في ايه بره. مستحيل، مش عشان حاجه، اكيد هحب اللي هشوفه، بس انا احب انه انت الاول تركزي على حاجتك بالبصمه بتاعتك، ما تبصيش ايه اللي دارج، لانه احنا مش تجار يعني. اوكي، هي حاجه فيها انت وفيها فن، فيها ذوقك، فيها روحك، فيها حته منك في الاول وفي الاخر، ان انت كل بيس بتصمميه ده برضو جزء منك، حاجه عجبتك. ممكن يبقى مثلا خاتم زي اللي انت لابساه ده، كنت مثلا زمان شفتي جدتك لابسه اللون ده في براش معين فكنت حباه فحبيتي تحطيه بالشكل ده، فطبعا التصميمات دي بتتكلم عن شخصيتك برضو، ده اكيد. وبقول لك هم يحطوا فيها انت النهارده لما بتعملي حاجه بتقولي انا هلبسها ازاي. ايوه اوكي بالظبط، هي القطعه دي هتكون انا حاجه انا لابساها، فلازم تكون فيها اتقان، فيها تميز، مش حاجه انا سرقاها عن حاجه تانية والكلام. صح ده صح. فهو بنا بنتكلم عن نلبس الحاجه زي، كلميني بقى عن الحلقه اللي انت لابساها اللي انا لابسه زيه النهارده. انا طبعا ما ينفعش يا جماعه يكون معايا ديما رشيد النهارده ما البسش منها، انسوا يعني، ما كانش هيحصل. فالحلقان دي حلوه جدا، بس زي ما انتم شايفين، بصوا هنا الناحيه دي غير الناحيه دي، هما نفس الفكره بس مختلفين عن بعض. ده برضو ده انتي، ما حدش تاني انا شفته قرر ان هو يعمل ده. الناس الطبيعي يعني ان انتي بتلاقي الفردين زي بعض، لكن انتي برضو قررت انتي تعملي حاجه مختلفه. انا بحب قوي المس ماتش، وبحب قوي اقصر اطول، وبحب قوي ممكن يبقوا لونين مختلفين، ممكن تبقى حاجه روعه. بعدين خلي بالك المس ماتش ده انا ما اخترعتوش، هو موجود من زمان، بس انت عملتيه بطريقتك بالظبط، انت يعني عملتيه بالستايل بتاعك، بالروح بتاعتك، بالحاجه اللي تقول ده ديما رشيد بالظبط. هو الحلو ان انت برضو في ستات بتحب امثالي بيحبوا، انا عندي بيحبوا المس ماتش اكتر من الحلقه العادي فعلا، بيكوز لانك بتحسي انها حاجه غريبه بالظبط، عارفه انت عندك حلقان شبه بعض كتير بيحبوا قوي، مثلا الحجره واحده وبعدين حاجه طويله. انا كتير يعني دول، انا ده اكتشفت ان انا كل ما ببقى عندي حاجه باخد الحلقه ده فعلا. ها بتتفقلي بيه؟ بحبه بحب الكومبينيشن، هو بسيط بس هو دراما يعني كفايه. اوكي، ستيتمنت واللونين بحبهم. فلا لذيذ انه يبقى في لذيذ تبقى الفكره عاديه ولكن فيها اختلاف. طب بما ان دلوقتي الاونلاين شوبينج طبعا هو من اكتر الوسائل الناس بتقدر تبيع وتوري منتجاتها توصل للزبائن بتاعتها من خلاله، انت شايف ان ده لوحده كفايه وخلاص، ولا لازم برضو يبقى في بوتيك والناس تيجي تقعد وتتفرج وتشوف الحاجه على الطبيعه، ولا خلاص بقى ادمت وكله اونلاين وفي الصوره ما حدش بقى عنده وقت؟ بصي، الاتجاه العالمي خاصه من بعد كوفيد اونلاين، يعني احنا مثلا اكبر اسواق العالم نقلت مكاتبها من في السنتين وشويه الكوفيد ده، نقلوا على الشغل من البيت مظبوط. لما
الدنيا هديت هما ما رجعوش تاني على مكاتبهم. دي حقيقة جزء منهم أو ولا أرخص. وفي منهم بقى بالضبط أرخص وأوفر وأسهل وبقت حياة أسهل. بقى خلي بالك أنت لسه تركبي عربية طبعاً. وتروحي وتركني وبنزين وفلوس وبياخد من يومك كتير أول ممكن تنجزي أكتر من البيت. يعني أنا النهاردة مثلا لو ما كانش في شوروم أوكي إحنا عندنا شوروم اللي هو بقاله 20 سنة ده في الزمالك وإن شاء الله هنفتح قريب في المتحف فهيبقى عندنا اول فلاج ستور ان شاء الله ان شاء الله. طبعا ده ما بقدر اقول لك انه هو غير اساسي لانه زي ما انت بتقولي احنا برضو بنشتري حاجه لازم التفصيل تبعها واضح. انت غير لما بتشتري هدوم صح. انت فاهمه قصه مش عارفه ايه اسهل صح. بس الجولي لازم تتقاس تتحس التقل الطول الفت يعني الاداء من الحاجات التانية صح. بس اتجاه العالمي اونلاين صح. طبعا صح لان انت صح. بتوفري الايجار مثلا لو كان ايجار حتى العماله وضعهم بيكون مختلف وهم اونلاين فيها مميزات كتير صح. احنا بنبيع اونلاين برضو طبعا. والحقيقه يعني زمان كنت اقول مين اللي ممكن يشتري حاجه ذهب وبتاع لا في بره كتير قوي ده العادي خلاص ناس بقت عمليه جدا دلوقتي بالظبط احنا لسه شويه هنا بس شوية هنوصل هنوصل احنا هنعتمد على الاونلاين اكتر يعني انا بقول لك هياخد وقت لان زي ما انت بتشتري حاجه بالنسبه لك هي استثمار انا هبص فيها كويس اشوف طب ايه طب كذا تفاصيله هتاخد وقت صح عندك الا لو حاجه انت عارفاها وضمناها وشاريها قبل كده فانت فاهمه القصه صح بس حاليا اونلاين او يعني اتجاه عالمي بس في مصر بعده لسه شويه حاجة حتة كمان ويبقى هو ده الأساس. طب أنا عارفة أن أنت عاملة خدمة أن أنت بيقولك الكلاينتس اللي عايزين يشتروا منك يحجزوا معاد ويقعدوا معاكي ممكن تقعدوا مع بعض صحيح. تصمموا قطعة لحد ما تنفذيها لك ونقعد ممكن نصمم بحتة واحدة يعني أديها مثلا 20 فكرة أو 20 أوبشن أو اقتراح مثلا العقد ده ونقعد مع بعض طب لا طب طب عايزين ده لا مش عايزين ده بحب قوي الموضوع ده فعلا لما عندي وقت يعني لما عندي وقت بحب قوي الموضوع ده لان انت يعني بيصير انت بتاخدي افكار وبيجيلك افكار وبتسمعك هي بس افرضي هي عايزه حاجه معينه وانت مش مقتنعه ما القطعه دي تطلع باسمك في الاخر مش مقتنعه ومش هتعمليها بالطريقه دي مش هتنفذيها بالظبط اصل هو في الاخر هي القطعه شايله اسمك فما ينفعش تبقي انت مش مقتنعه لا انا مش مقتنعه يعني في قصه لذيذه انه جات لي عروسه انا ما بعمل يعني عرايس بعمل لو مثلا حد صاحب يعني بنت صاحبتي مش عارف ايه مرات اخويا جات لي بنت كده جميله لسه متخرجه من الجامعه وهتتجوز بعد شهر فقالت لي انا جايه اخد انا عايزه شبكتي من عندك فقلت يعني انا قلت البنت دي اكيد مش فاهمه انا ما عنديش حاجات الماز وبتاع قلت لها طب قصدك ايه فراحت مشاورالي على واحد من العقاد اللي نعمل التركواز اللي انا بقالي 18 سنه بعملها هي تريد مارك ديما سليبنج بيوتي الحجر اسمه سليبنج بيوتي تركواز حاجه ما بنعملها على طول قلت لها حبيبتي ما ينفعش انا ارضى لك تلبسي ده في شبكتك وما موجود ولا لا يا جماعه انا عندي بنت قدك قالوا البنت مش كده بالظبط اختها بتروحي تجيبي حجر يا حبيبتي تعملي خاتم بعد كده بقى عايزه تجيبي حاجه تركواز ودوت واقتنعت ولا جابتها بقى اقتنعت لا لا اقتنعت اكيد جابت العقد اللي تلبسه في شهر العسل بس اما انه يعني شبكه لا احط حالي مكان امها فلا لازم ابقى مقتنعه طب عايز اسالك بقى في حاجه مهمه جدا اتيكيت لبس الحلي بقى في ظاهره غريبه كده بقينا نشوفها ان احنا نروح العزا وتلاقي الستات يعني العزيان اللي بتبقى في جوامع شهيره تلاقي الستات كلها لابسه طقم الالماز من فوق لتحت اكن يعني خلاص هي رايحه فرح مش عزا فانا عايز اعرف ايه رايك في الموضوع ده صح غلط ايه الاتيكيت المظبوط الواحد يروح بيه يواسي حد في ساعات الحزن بتاعته طبعا نبقى عاملين ايه بالنسبه للحلي يعني بصي هو يعني بموضوع زي عزا او جامع او كده الطبيعي ان انت حتى لو لابسه حلق قد كده بتقلعيه بالظبط يعني بالزبط. ولو حاطه ميك اب على وشك بتغسليه
وبتلمي شعرك وبس. انت رايحه، انت رايحه على على تواسي يعني حد في مأساة، في 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 جامعة حد او في او في بيت الله يعني. بالظبط. فطبعا غلط، ده غلط على الاخر يعني. او حتى البحر يعني، انا مثلا بحب جدا اشوف الستات لابسه ايه على البحر. يعني الموضوع ده ببقى مبسوطه قوي. ليه؟ لان في بنات او في ستات فعلا عندهم their own touch، يعني عندهم بصمتهم هم. أيوة أيوة. تبقى لابسك، ممكن تبقى لابسه 3-4 حاجات بس، لابساهم بعاد عن بعض ومختلفين، وواحد كذا وواحد كذا، واحد ذهب واحد احجار واحد الماس، بعاد وناعمين وعامله لوك لنفسها. اما اللي انا تك 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 الماس مثلا، او تك 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 ذهب، ما ينفعش. مش ما ينفعش، كل واحد حر بنفسه. بس حلو ان يعني كل مقال، يعني كل مقال اللي مقال. انا رحت فرح البس براحتي. بالزبط. نزلت البحر برضو، بعدين كمان البحر ده خطر يعني، انزل مرجع على الشمال. تخيل لو حاجه وقعت من دول يا قهرت قلبها، مش منطق. او مثلا انت رايحه في الساعه 12 غير لما تطلعي الساعه 6، غير لما بتروحي كوكتيل، غير لما بتروحي عشاء. كل واحد، كل مكان، كل حاجه وليها الحلي المظبوط بتاعه واللبس المظبوط بتاعه. 100%. بالظبط. طيب ديما بقى، بما انك معايا النهارده، ما ينفعش تبقي خبيره الاحجار الكريمه في الوطن العربي يعني. لا والله فعلا من اكتر الناس اللي هي دي حتتك يعني، الاحجار الكريمه حتتك. فما ينفعش تبقي معايا النهارده وما اسالكيش بقى كده ايه كام سؤال كده. اتفضلي. ايه رايك نلعب لعبه كده سريعه وتقولي لي صح ولا غلط؟ تمام. okay. يلا بينا. جو اهيد. هسالك وتقولي صح ولا غلط. اوكي. okay. الحجر التوركواز بيدي احساس كده بالحفظ والبروتكشن، صح ولا غلط؟ صح. صح. هل ده ليه علاقه بالحسد ولا هي صدفه؟ بصي طبعا هو مش على الحسد او الـ الطاقه السلبيه او إيه، الحقيقه انه يعني بالعلم يعني علميا العين بتروح على الالوان القويه. يعني مثلا الاغلب ان انا لما اجي ابص لك هبص في الازرق ده، مش هبص في البنفسجي. اوكي. هبص في الباك جراوند الاصفر. العين يعني علميا العين بتطلع في الحاجات القويه، في الالوان الصارخه. العين بتروح على الالوان الفقعه. الالوان الفقعه. اوكي. يعني الاحمر، الازرق، الاسود، الحاجات القويه اكتر من الحاجات الهاديه. تمام. فهي لو افترضنا انه هاي العين فيها طاقه سلبيه فهي طلعت في هذا اللون. اوكي. هو ده المنطق تبع من هنا العين الزرقاء والمش عارف ايه. قلتي لي بقى، كنت عارفه والله. والهنود مش بيحطوا النقطه البنزي الحمراء دي؟ نفس الشيء فعلا. والكحل للاطفال، البيبي لما بيتولد في الهند بيكحلوا عينه، بنت او صبي، بيحطوا له بتاع دي علشان اول ما هبص للبيبي انا هبص بالكحل فهتاخد الطاقه السلبيه تبعتي. فعلا. نفس الشيء الازرق. طيب التوباز الازرق ده بيساعد على فتح الشهيه، صح ولا غلط؟ غلط. على ايه؟ لا، هو التوباز عامه اوكي من الاحجار اللي هي زي ما تقولي بتحسن الدوره الدمويه، بتحسن الدايجستشن. بتساعد على الدوران، الطاقه جوه الجسم. بجد الكلام ده ديما؟ والله انا كنت زمان ما بصدقش في الكلام ده، اقول لك بامانه يعني، لغايه ما انا شخصيا عملت دراسه اوكي لمشروع معين يعني اول ما ابتديت شغل، وابتديت ادرس القصه دي، لقيت ان هي 100% حقيقيه. ياه. 100% بتفرق، وفي ناس عايشين. مش طبعا الامان والربنا فوق اي حاجه، مش بتكلم طبعًا على طبعًا ده طبعًا. بروتكشن ده موضوع عند ربنا، بس انا بتكلم على الطاقه. يعني في احجار فعلا بتحسن الدوره الدمويه، في احجار بتساعد على النوم، في احجار بتساعد على التركيز. طب زي ايه اللي يساعد على التركيز؟ الاماثيست. اللي هو البنفسجي اللي زي ما انت لابسه ده، الاماثيست اللي تحت عندك في الحلق ده كتير بيساعد على التركيز. البينك كورتس بيساعد على التركيز. الاكوامارين اجان بيقال للبروكن هارتس، للحزن. فعلا. طبعا فعلا. بس وفي احجار يعني انا مثلا ببقى رايحه عايزه اشتري حجر معين لون معين، اروح ارجع شاريه حاجه ثانيه كانه فعلا انا طاقتي طالبه ده، حسيتي انك محتاجه ده وقت. ده بيحصل لي طول الوقت. ياه. تمام. وخاصه عند الاطفال. ازاي بقى؟
يعني في اهالي كتير مثلا سيبي طبعا كلنا على عين وكف وهذا تراث ولكنه هو ولا هو بروتكشن ولا بتاع هو تراث حاجه حلوه يعني بس في كتير يعني شعوب تؤمن هو اكتر حاجه انت عايزه تو بروتكت الطفل مظبوط طبعا فهم بقى لازم حتى لو مش باينين هي مثلا الاميثست طبعا البينك كورتس والتوركو في كذا نوع من الاحجار لازم الطفل يبقى لابسه هي طب والله كويس ان الواحد لازم يدخل يقرا اكتر في العالم ده عشان ايه نقدر نجرب النظريه دي ونشوف صح ولا غلط طب بديل بالاحجار الكريمه علم كامل بتدرس في الجامعات برضه هي لا والله انا هدخل اقرا على الموضوع ده اكتر لا هتبسط يعني انفورماتيف يعني طيب قولي لي بقى السفاير بيساعد على الازدهار صح ولا غلط برضو بيميل على موضوع التركيز الابداع الشغف الفكر اوكي يعني انت اصلا لما تبصي على سفاير زي الوان كتير جدا زي قوس قزح اوكي من الازرق الغامق للبامبالا كذا لما تبصي عليه هو بيفتح النفس يعني هو اصلا تحسي ان حاجه حلوه very happy يعني فالسفاير من الاحجار اللي هي بتعمل good mood بتطاقه ايجابيه بتشتغل على الكرياتيفيتي فهو من اكيد وبرضه بتلاقي الناس اللي هم مثلا فنانين رسامين مش عارف ايه بيميلوا الى السفاير هايل طب الاكوا مارين بيساعد على ايه الانتاج غلط هو مش فكره انه بيساعد على الانتاج هو بيشتغل على زي علاج روحاني اذا بدك انه يعني بيستعملوه للاكتئاب للحزن لعدم لا عارفه اكتر حاجه سيلف استيم هي الكلمه الصح انه هو بيرجع بيعمل استقرار يعني في الثقه بالنفس يعني حب النفس الحاجات دي يعني هي اكتر بيستعملوه اكتر ل الاكتئاب والثقه بالنفس والاتزان الاتزان الشخصيه يعني صح طيب الروبي بيساعد على ايه الروبي بيعتبروه في الهند مثل التركواز بالظبط هو اكتر لانه اجان لون قوي يعني عارفه مفعم بالحياه حيويه هو حياه هو حيوي بالزبط. هو في حب في حاجات كتير فهو الروبي برضو في كثير ثقافات بيعتمدوا عليه لمنع الطاقه السلبيه انا حركت دي. منع الطاقه السلبيه هي فهو لا. هي دي يعني هي دي الاحجار اللي لها تعاملات معينه فاهمك والله استفدت منك جدا يا ديما والله بجد انا فعلا ما كنتش عارفه اي حاجه عن عالم الاحجار دي بس طالما انت قلتي ان هم فعلا بيجيبوا النتيجه اللي الواحد يقرا عنها حاسق فيكي وهروح دلوقتي ايه اقرا اكتر عنهم Please. واشوف بقى انا محتاجه ايه واجيبه على طول بليز ديما بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده انا عارفه قد ايه انت مشغوله ووقتك تبقي مش ملحقه تعملي حاجه وبرغم كده اهتميتي ان انت تكوني معانا النهارده فبشكرك جدا على وجودك معانا حبيبتي انا اتشرفت وشكرا لك وشكرا للكرو كله وان شاء الله تكون حلقه لذيذه ان شاء الله شرف لينا احنا ميرسي يا ديما شكرا عفو خلصت حلقتنا النهاردة يا رب تكون عجبتكم واستنونا في الحلقة اللي جاية باي باي